طيب إذا الآن الآية ليس فيها، نعيد مرة عفوا تسمح لي ها؟ تفضل. هذه الآية لا يستدل بها لأن ما فيها اسم علي، ما فيها اسم علي. إذن أين الاستدلال؟ ليس في الآية، في الحديث الذي يفسر الآية. رجعنا إلى كلام كمال حيدري، لما قال كمال حيدري ماذا؟ قال القرآن ليس فيه نص واضح، وإنما يستدل بالرواية لا بالقرآن. استدلال ليس قرآنيا ولكن روائيا، روائيا ممتاز. إذن لا حق له أن يستدل بالقرآن، صحيح؟ وإنما يستدل بالحديث الذي يفسر القرآن. ما أدري كلامي واضح إن شاء الله؟ جدا واضح. إذا الاستدلال ليس بالقرآن، لأن القرآن ما في اسم علي. أنا الآية قرأتها من المصحف الآن، حسنت. ما فيها اسم علي، لا علي ولا أهل البيت ولا أحد، ولا أحد الذين آمنوا. نعم. إذن هو لا يستدل بالقرآن، وإنما يستدل برواية يدعي أنها تفسر الآية. القرآن. إذن الاستدلال بالرواية لا بالآية، لا بالآية. واضح، ممتاز. نرجع للرواية. ما هي الرواية؟ الرواية تقول جاء فقير فسأل الناس في المسجد فلم يعطيه أحد، الصحابة كلهم بخلة صاروا ما أحد أعطاه شيئا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عفوا، ثم رأى عليا وهو راكع فاقترب منه وسأله، وعلي راكع فسأل عليا، فمد علي يده وهو راكع، مد يده وهكذا خارج للرجل، مدها للرجل وإذا فيها خاتم، ففهم الرجل أن عليا يقول له خذ الخاتم، فمد يده إلى يد علي ونزع الخاتم، فعاد علي يده وأكمل الصلاة. ثم ذهب هذا الفقير السائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سألت أصحابك فلم يعطني أحد شيئا إلا ذاك الراكع، أعطاني خاتمه. طيب فنزل قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، اللي هو علي، الذين آمنوا يعني علي، الذين يقيمون الصلاة، لأنه كان يصلي، ويؤتون الزكاة وهم راكعون، دفع زكاته حال ركوعه لما مد يده ودفع الخاتم للرجل، أعطى الزكاة وهو راكع، ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا ما فعل هذا إلا علي، إذن ولينا علي، وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من الذي أعطى الزكاة وهو راكع؟ علي. إذن علي هو ولينا. انتهت المسألة. هكذا استدلوا بهذه الآية. تذكر لما قلنا ويذكر المشاهدون الكرام لما تكلمنا عن آية أو ما يسمونها بآية التطهير، لما قلنا نحتاج أن نقرأ الذي قبلها ونقرأ الذي بعدها، لأن القرآن متناسق. شوف من أجمل الكتب التي ألفت في هذا نظم الدرر، في تناسب الآيات والسور. والله البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، كل آية لماذا جاءت هنا وما معنى الآية التي بعدها وما علاقة هذه بهذه وما علاقة هذه السورة بهذه السورة، لأن ترتيب الآيات توقيفي وترتيب السور مو توقيفي. إذن من ترتيب الله سورا وآيات، فيظهر لك التناسب بين هذه. هؤلاء يدعون أن القرآن ما فيه تناسب، ممكن آية تدخل في آية ليست لها شأن بها. طيب نقرأ الآيات إن سمحت لي من كتاب الله تبارك وتعالى، وأنا بودي إذا كان المخرج عنده مجال يعرض الآيات في الشاشة للمشاهدين. شوف يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا أول 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 الوجه. طيب أول الربع بعد. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يتكلم عن إيش؟
تولي الكفار من اليهود والنصارى. لا يتخذ تتخذ اليهود والنصارى أولياء. لا تتخذهم أولياء. ليش؟ قال بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم، أنا جاء التحذير منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بدأ يذكر أمثلة، عفوا سبب ذلك. قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا من الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم. كلام متناسق متصل بعضه ببعض، ما دخلوا عليه هنا. الله جل وعلا يخاطب المؤمنين بشكل عام، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ايش دخلها قصة الخاتم وتصدق بخاتم؟ ما دخلوا هذا بهذا، دخل عوير على زوير كما يقولون، لا شأن لها به. كلام يعني لا يمكن أن نتعامل مع كتاب الله بهذه الطريقة. عبث عبث بكتاب الله. أولا القصة مزورة، لم تقع هذه القصة أبدا، القصة هذه غير حقيقية، ليس لها إسناد صحيح بتاتا، لا عند السنة ولا عند الشيعة، لا يوجد لها إسناد صحيح. هذا واحد. سياق، السياق يستحيل أن يكون على ما ذكر. سياق يتكلم لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم يتولهم منكم إنهم، آيات تتكلم عن موالاة اليهود والنصارى، بعدين قال تولوا المؤمنين، تولوا المؤمنين.